دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ونائب مدير عام شرطة تعز العقيد أنيس الشميري أسبوع المرور العربي 2024 تحت شعار بوعينا نصل آمنين. التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. أكد وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي إلى أهمية الوعي المروري لقواعده وأساسياته لما له من ضرورة في حماية الأرواح والممتلكات. جاء ذلك بتدشين أسبوع المرور العربي 2024 لإدارة شرطة السير لمحافظة تعز وبحضور نائب مدير عام شرطة تعز العقيد أنيس الشميري. هذا اليوم تنطلق فعاليات أسبوع المرور العربي من 4 إلى 10 مايو من كل عام، وهذا العام 2024 نحن نعمل على استمرارية وتجدد هذه التوعية التي نحن نمارسها على أرض الواقع عبر الجانب العملي وعبر الجانب النظري وعبر وسائل التواصل وعبر النشرات وعبر وسائل التوعية لكافة مستخدمي الشارع العام. نحن محافظة تعز لنا في شرطة السير محافظة تعز لنا خصوصية أكثر في جانب التوعية المرورية، وهي أن هناك نعمل على الأخذ بالتوعية المرورية الحديثة التي أخذت بها كثير من دول العالم، وهي قضية تكون التوعية المرورية مستمرة ومتجددة تخلق وعي مجتمعي لا تحصل على أسبوع المرور فقط الذي هو مناسبة آنية، ولكن يجب أن ترافق كافة أعمالنا، يجب أن ترافق سلوكاتنا في الشارع العام، يجب أن نبعث بها الرسالة في كل تحرك في كل كلام في كل عمل في كل مشكلة تحدث في كل حادث يلفت نظر المجتمع، نستغلها لتوصيل رسالة مرورية بأن آداب قواعد السير آداب نظام المرور وقانون المرور يجب أن تكون أولوية في تحركاتنا. شعار أسبوع المرور العربي بوعينا نصل آمنين شعار يحمل معاني المسؤولية اتجاه المجتمع، والذي إذا التزم بقواعد السير واحترمها تقل الحوادث التي تؤدي بفقدان سائق روحه أو يصبح معاقا وكذا يفقد مركبته. هذا الأسبوع بإذن الله عز وجل سنبدأ بالنزول الميداني للتوعية ونشر الثقافة المرورية. بالنسبة للتوعية لن تكون حصرية في أسبوع المرور فقط، وإنما ستكون على مدار العام. جامعة تعز كنوع من الشعور بالمسؤولية الأكيدة التي تلقى على الجهات التعليمية تحملت الدور الفاعل في التوعية المرورية، ووجدت الجامعة في أسبوع المرور العربي في التوعية وفهم قواعد السير ممارسة وعمل. بناء على توجيهات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الشعيبي ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض العقاب ومدير عام الأنشطة الطلابية الأستاذ عبد الرحمن الأنسي، وبناء على الوازع الوطني للمشاركة في أسبوع المرور العربي، ونحن في فريق الجوالة قمنا بالمشاركة ودعم شرطة إدارة شرطة السير في محافظة تعز والنزول الميداني إلى الجولات والمشاركة في توعية في على مستوى الصرح العلمي في الجامعة. مركبة تحكي عن نقص وعي سائقها، هناك قواعد مرور لابد أن يعيها السائق كي تكون حفاظا على روحه وممتلكاته، وأيضا شرطي المرور له دور فاعل، فلا بد الاهتمام بهذا الشرطي المرور حتى يكون هناك وعي مجتمعي. وأيضا اليوم نفتتح أسبوع المرور العربي الذي أساسه التوعية حتى يكون ليس لدينا مثل هذه المركبة أو مثل سائقها. نعيم خالد لقناة عدن الفضائية تعز.